الآن باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 19 كياك، الكنيسة بتحتفل بنياحة بابا غبريال البابا 91، وبتحتفل كمان بنياحة الأنبا يوحنا أسقف البرولوس. تقول لي اشمعنى بقى ده؟ أقول لكم علشان ده جامع السنكسار، ده أحد الأباء اللي جامعوا السنكسار، وهو قصته حلوة أو لطيف. هو كان والديه أغنية قوي، وبعدين لما توفى والديه أخذ الفلوس وعمل بيها فندق علشان يأوي بيه الغربة والمرضى وكبار السن، ويقال إن هو كان بيخدمهم بنفسه، وراح قعد بيعمل الخدمة دي وبيصرف عليهم لحد أما دخل الفندق ده أحد الرهبان وقعد يكلمه عن رهبانة، قلبه كده اشتاق ان هو يترهبن، فراح باع كل شيء ووزعه على الفقراء وراح للبريه. الكلام ده كان في القرن السادس، وكان اترهبن على ايد واحد من الاباء المشهورين قوي اللي هو القمص دانيال، قمص بريه شهيد، ده احد الاباء المشهورين في البريه. قعد عنده فتره، وكان هو مشتهر كمان في وسط الاباء بنسكياته العاليه قوي، لحد اما اتوضع عليه اليد يبقى أسقف البرولوس. وكان وقتها الكنيسة فيها كم أفكار وهرطقات كتيرة، وكانت منتشرة الهرطقات. لما راح البرولوس وجد إن الهرطقات كتيرة قوي، قعد يدافع عن الإيمان وقعد يعلم كتير. لكن الهرطقات نوعين يا جماعة، في هرطقات فكرية، أريوس، نسطور، أطاخي، مقدونيوس، وفيها هرطقات كمان روحية، يعني حد فجأة كده يقول إنه بيظهر له ملاك ولا حد بيجي له نبوة، دي بتعتبر انحراف روحي. طبعا في حاجات حقيقية، لكن أحيانا الشيطان يلعب بالناس دي بقى علشان يعمل إيه؟ علشان يصرف أذهان الناس عن ما هو حقيقي. من ضمن الحاجات اللي جاهد قدامها بقى الحاجات دي، وقتها جاء راهب من الصعيد قعد هناك عنده في الإبروشية، وكان قدر إنه يجمع ناس حواليه، وكان بيقول الملاك ميخائيل بيجيله وبيقول له حاجات فيها نبوات. القديس الأنبا يوحنا الأسقف ده ربنا كان مديله طبعا روحانية عالية، حتى انه هو كان في القداس بيشوف ملاك الذبيحة. وبعدين لما قالوا له على الكلام ده قال لهم الراجل ده اللي بيظهر له شيطان مش الملاك ميخائيل. وفعلا جاب الراهب عنده، وبعد شويتين الراهب ده اعترف بخطأ قدام الناس كلها، لكن كان بيضل الناس. ومرة تانية راهب برضو قال ان حبقوق النبي بيجيله ويقول له على الغيب، معرفش اشمعنى حبقوق النبي يعني، لكن ده بقى اصر على الكلام ده، ولما واجهه مرضيش فطرده ساب الإبروشية. ومرة تالتة كان في مجموعة ظهرت عنده علمت الناس ان ممكن يتناولوا من غير ما يصوموا، وكان فيهم أرخنة جابهم القديس يوحنا وحاول ان هو يناقشهم، لما رفضوا ان هم يطيعوا للكنيسة قطعوا من الكنيسة. بصوا يا حبايبي، الكنيسة ليها سلطان قوي، اللي ما يخضعش للتعليم او ما يخضعش لفكر الكنيسة ما ينفعش يبقى جواه. يعني ما ينفعش كنا نقول وماله معلش ما تقبلهم
بمحبة حتى وإنه عندهم الفكر ده، ما ينفعش. وما ينفعش إن الكنيسة تسيب معلمين بالوضع ده. يقول بولس الرسول: مثل هؤلاء رسل كذبة فعل ماكرون يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح، ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. يعني اوعوا تظنوا ان كل واحد بيعلم وشكله لطيف وبيقول كلام كويس لكن بيعلم غير اللي علمته الكنيسة ممكن تقبلوه، ما ينفعش. او ماري بطرس يقول في رسالته الثانية: معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك. اوعوا تظن ان اي حد جوه الكنيسة يعلم بس التعليم بتاعه ده ضد روح الكنيسة ممكن تقبله، ده بيدس بدع هلاك. وأحيانا بدع الهلاك دي ما تبقاش أفكار، تبقى طريقة، تبقى صورة، زي ما شفنا إن واحد بيخدع الناس يقوله الملاك ميخائيل، أو إنه شاف رؤية، أو إن في حد بيتنبأ بصورة معينة وده مش من ربنا. في حاجتين: إما إنه يكون هو الشخص ده بيخدع الناس مفيش حاجة حقيقية حصلت وعايز بس ياخد كرامة فيقعد يقول على معجزات أو على صور، أو إنه الكلام ده هو نفسه مخدوع بشطان، والحالتين بيخدعوا بيهم الناس. تقول لي: ما إيه المشكلة ما تسيب الناس أهو كلام وخلاص؟ أقول لك: لأ، الشيطان همه إنه يخلي فيه تعليم آخر غير التعليم الحقيقي موجود جوه الكنيسة، سواء بالأفكار أو بالروح. يعني في انحراف روح، في انحراف عن التعليم، في انحراف عن الصورة الحقيقية. أحياناً الشيطان يبقى عايز الكنيسة تبقى عايشة في أمور مش حقيقية، غيبيات مش حقيقية، معجزات مش حقيقية. ناس تقعد تقول على معجزات مش مظبوطة، علشان إيه بقى؟ علشان لما تبقى في حاجات حقيقية تضيع في وسط الحاجات اللي مش حقيقية دي. الكنيسة بتقف كمان قدام الحاجات دي. عشان كده أحد الآباء يقول جملة مهمة خالص، يقول: رؤية خطاياي أفضل من رؤية ملايكة. ومرة أما بخوميوس جالوا مجموعة من المهرطقين، كانوا رهبان ويقولوا كانوا نساك قوي عشان ما حدش ينخدع، ولكنهم كانوا بيمشوا وراء أفكار الهرطقة، هرطقة معينة. وبعدين راحوا عند أم بخوميوس، عند أولاد أم بخوميوس، وقالوا له: قولوا لأبوك الروحي ومعلمكم يجي نتبارى مين فينا إيمانه مظبوط. وقال لهم يعني إيه؟ قالوا له: هنقف عند النهر وإحنا هنمشي على المية ونشوفه، هو لو هو إيمانه مظبوط يمشي ويورينا إنه هيمشي على المية ولا لا. فراحوا لأم بخوميوس قالوا له: أتباع فلان المهرطق بيقولوا كذا كذا كذا. قال لهم: بلغوهم كده أنني قد تعلمت أن أجاهد كي أعبر من خطاياي وليس أن أعبر المياه. فأولاد أم بخوميوس قالوا له: يا أبي، هنسيبهم كده؟ يعني مش هنعمل حاجة، مش هتمشي على المية؟ قال لهم: لا، مش هعمل كده. فقالوا: طب كان ممكن هم يمشوا على المية؟ قال لهم: أيوة، كان ممكن يمشوا على المية. قالوا له: إزاي؟ قال لهم: لأن الشيطان مهتم قوي ان يعمل اعمال زي كده علشان يضل الناس. بولس الرسول قال انه يقدر يغير شكله زي ملائكة نور عشان يضل بهم الناس. خلي بالكم، همنا كله اننا نعيش جوه الكنيسة مثبتين عينينا على المسيح، وبنعيش في اسرار الكنيسة، بنتعلم تعلمها، ما تجروش ورا الامور دي بقى. زي ما شفنا النهاردة القديس يوحنا أسقف البرولوس اهتم أنه ينقي الكنيسة من الحاجات دي. القديس يوحنا بقى زي ما قلت لكم في الأول هو جامع من أحد الناس، أحد الأباء اللي كتبوا السنكسار أو جمعوه. وكلمة سنكسار دي كلمة يوناني أصلا، من الاسم اليوناني بتاعها سنكساريون، اللي هي تيجي بمعنى جامع السير، يعني كتاب فيه جامع القصص القديسين أو سير القديسين. والسنكسار مكانته في الكنيسة بعد أعمال الرسل، يعني بنقراه في القداس بعد سفر أعمال الرسل. ليه؟
علشان الكنيسة عايزة تقول إن سير القديسين دول هو استمرار لأعمال الرسل. يعني عشان كده تلاقوا سفر أعمال الرسل ملوش خاتمة، يعني ما انتهاش باستشهاد بطرس وبولس، علشان تقول الكنيسة إن يظل أعمال الرسل مفتوح. مفتوح بإيه بقى؟ بالسنكسار. فالكنيسة تقرأ الأعمال الرسل وبعد منها تروح قارية السنكسار. السنكسار ده جمعوه أباء كتير. أول واحد جمع السنكسار هو القديس يوليوس الأقفاصي. القديس يوليوس الأقفاصي ده اسمه كاتب سير الشهداء، وربنا كان مديله نعمة، كان معاه 300 خادم، وكان يجري وراء حالات الاستشهاد في كل مكان. أول ما يلاقي شهيد أو مجموعة شهداء يجري يسمع منهم قصتهم، يروح كاتبها، وبعدين يستشهد القديس، يخلي الخدام تروح جارية واخد القديس ده ومكفناه ويبعته للبلد بتاعته. وفيما بعد كانت الأجساد الشهداء دي هي زخائر وكنوز اتبنت عليها الكنائس. قعد القديس يوليوس الأقفاصي ده لحد ما هو في الآخر بعد قسطنطين ما عمل التسامح الديني هو نفسه استشهد، لكن بعد ما ساب تراث كبير قوي من سير الشهداء. فأول واحد كتب السنكسار هو القديس يوليوس الأقفاصي، وده كان وقت الاستشهاد. بعد منه القديس يوحنا أسقف البرولوس، وبعد منه كمان واحد من الآباء اسمه القديس بطرس أسقف مليج. مليج دي في المنوفية، وده أحد الآباء اللي اتكتبوا. لكن ظل السنكسار يكتب، وظل السنكسار يجمع من عبر تاريخ كتير. إلى الآن السنكسار ممكن نضيف إليه، يعني مثلا الكنيسة في عصرنا أضافت إليه مثلا زهور العذراء في الزيتون، وأضفنا إليه نياحة القديسين، وسيظل السنكسار مفتوح، وسيضاف إليه حالات الاستشهاد اللي استشهدت في عصرنا الحالي زي شهداء كنيسة القديسين، ويضاف إليه كمان ما سيجد من شهداء وما سيجد من أعمال يعملها ربنا في عصرنا. ما يتقريش السنكسار بقى من عند حد الزعف لحد بعد الخمسين المقدسة. ليه؟ لأن الكنيسة بتنظر إلى المسيح بس في الفترة دي، عشان كده ما تقراش السنكسار. من ضمن الكتب كمان بتاعت القديسين في الكنيسة اسمها الدفنار، والدفنار ده أحد الكتب اللي بتتقري في التسبيحة بالليل، بس يتقري المفروض يتعمل بنغمة، وكلمة دفنار يعني صوت مقابل صوت. من ضمن الكتب كمان الكنسية الخلاجي، وهو كتاب كلمة خلاجي متاخدة من الكلمة اليوناني إفخولوجيون، معناها كتاب الصلوات، وفي البداية كان كتاب يحوي كل الصلوات بتاعت الأسرار، لكن في النهاية بقى كتاب مرتبط فقط بالقداس. أحبائي، النهاردة وإحنا بنحتفل بتذكار نياحة القديس يوحنا أسقف البرولوس، إحنا بنبص على السنكسار قد إيه الكنيسة بتاعتنا بتعلمنا سير القديسين، اللي بيها بنقدر إننا نمشي في الطريق اللي ربنا رسمه لنا في الكتاب المقدس وبوصيته. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن إلى الأبد.